تزامناً والدخول المدرسي والجامعي، جاء اللقاء التقييمي لبرامج الصحة المدرسية والجامعية، ليؤكد وزير القطاع مختار حزبلاوي على تحمل المدارس والجامعات مسؤولية الحرص على صحة التلاميذ والطلبة، خاصة ما تعلق باللقاحات الضرورية التي لم تتوقف، على حسب ما يقول الوزير الذي اعترف بوجود نقائص في مجال الصحة المدرسية، خاصة ما تعلق بوحدات الكشف. En milieu scolaire ne s'est jamais arrêté. Vous faites, il y a deux choses. Il y a une vaccination qui est faite tous les jours et depuis d'ailleurs des années. Ces vaccinations servent donc à une couverture qui est optimale. Vous êtes en train de parler des campagnes de vaccination pour la rougeole et la rubéole. La rougeole et la rubéole sont deux fléaux qu'il va falloir combattre et qu'il va falloir vaincre. Le circuit du malade, on est en train de le refaire parce que c'est ce qui manque. Adna misahat chasia ou lazimna un circuit qui est propre à l'Algérie. Fanti, lazimi koun le réseau terna murtas bil jazair, faqat bil jazair. Maintenant, est-ce que fih naqa'is? Bien sûr, mais les unités qui ont des soucis, on va les prendre en charge, c'est clair. Parce que les UDS, les unités donc de dépistage et de suivi en milieu scolaire protègent nos enfants. هذا فيما تسجل المصالح الخاصة انتشار بعض الأمراض بين التلاميذ، والذي تؤدي التوعية دورا أساسيا في التقليل منها. الصحة المدرسية وبفحص اللقاح في المدرسة قدرنا نقصوا بطريقة يعني كبيرة الأمراض المتنقلة. أهم الأمراض كما تعلمون اللي نتلقوا بها في الصحة المدرسية أولا هو نقص الرؤية عند المتمدرسين، ولهذا هي من العائق الأول. العائق الثاني وهي لينيريزي النسيان اللي نتلقوا به. ثالثا كاين لسوف الكاردياك. تعتبر الرعاية الصحية من الأساسيات التي يجب على الدولة توفيرها لمواطنيها، كما وهي من المؤشرات الضرورية التي تعكس درجة تطور الدول، لذا وجب على الوزير الجديد كسب رهان النهوض بهذا القطاع الحساس.